بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام مرحبا بكم على إذاعتكم ميد غاديو، مرحبا بكم على برنامجكم اليومي نصيحة أمل. نتكلموا اليوم على تأكيد الذات، كيفاش أننا نكون مؤكدين لذواتنا، كيفاش أننا نعبروا على ذواتنا، على مشاعرنا، على أحاسيسنا، على أفكارنا بنوع من الثقة بدون أننا ندخلوا في العدوانية أو في السلبية. كثير من المعاناة النفسية عند الناس وعند الأطفال وعند المراهقين وعند الشباب وعند الناس عموما تيكون بسبب أنهم ما تعلموش الآلية ديال تأكيد الذات. إما تيكونوا سلبيين فلا يعبرون إطلاقا، لا بالإيجاب ولا بالقبول ولا بالرفض، وإما تيكونوا عندهم واحد نوع من العدوانية، لما تيبغوا يقولوا لا تيقولوها واحد طريقة اللي هي فيها فضادة وفيها واحد نوع من الأذى نفوسهم أولا وللآخر. فكيفاش أننا نأكدوا ذواتنا ونشعروا بأنه عندنا ثقتنا بنفسنا، وكيفاش أنه نحسوا بأنه عندنا واحد القدرة على أنه نعبروا على الأفكار ديالنا بلا ما ندخلوا كيف ما قلنا لا في سلبية ولا في عدوانية. فتأكيد الذات شيء مهم جدا اللي خصنا نعلموا لذاتنا عليه، أنهم يقولوا لا الوقت اللي خصهم يقولوا لا، ويقولوا نعم الوقت اللي خصهم يقولوا نعم، بمعنى يعني بصيغة أخرى أنهم تكون عندهم القناعة اللي يديروا بها الأمور اللي هما بغوها. لكن هنا طبيعة الحال كيفاش أننا نكونوا هالنوع من القناعة اللي قادر أنه يعبر عليها، هذا هو تأكيد الذات. عندك قناعة معينة وكتعبر عليها، ما يمكنش أنه نربي عند وليداتنا قناعات معينة وهما يا أو لا تأكيد الذات وهما يا ما عندهم شيء أفكار. فقد ما عطيناهم العلم وميزوا بين الخطأ وبين الصواب آنذاك تكون عندهم القدرة بعد ذلك على أنهم يقولوا نعم أو لا يقولوا لا. تلقوا أطفال تخافوا عليهم والديهم، تلقوا مراهقين تخافوا عليهم والديهم، وليدات اللي هما يتنقلوا بأنهم تمشيوا لواحد الممارسات اللي هي سيئة، علاش؟ حين تصاحبوا مع واحد الشلة أو تصاحبوا مع واحد الفئة أو تصاحبوا مع الأصدقاء وجروهم، تنقولوا بأنه وليداتنا راه كانوا عارفين بأنه هذاك الشيء اللي تيديروه راه غلط وخطأ. إذا فين كاين الخلل؟ فين كاين الإشكال؟ الإشكال هو أنه ما علمناهمش يأكدوا ذواتهم، ما علمناهمش أنهم يقولوا لا الوقت اللي خصهم يقولوا لا. لكن هذا الأمر كيفاش كيتخلق؟ كيتخلق أولا بالتدريب، يتخلق من خلال أنه تنجعلوه في البيت أولا، أننا في الدار تنحاولوا ما أمكن أنه نجعلوا وليداتنا يعبروا على ذواتهم، يعبروا على ذواتهم. لما خصهم يقولوا لا يقولوا لا، نحترموا ديك لا ديالهم، ولما يقولوا نعم حتى هي نحترموها. فلما تنجعلوا وليداتنا عندهم القدرة على التعبير على مشاعرهم، عندهم القدرة على التعبير على ذواتهم على أفكارهم بدون ما نفرهم، بدون ما نكونوا قاسين عليهم، بدون ما نكونوا نقشهم نعم، نحورهم نعم، لكن القمع لا. القمع بمعنى أنه ما عندكش الحق تقول لي لا، أنا أم ديالك أو لا أب أو لا مربي، لما تقول لياش لا، علاش لا؟ لا، علموهم أنهم يقولوا لا، حين تلا تعلموا يقولوا لا معكم غادي يولفوا أنهم يقولوها مع الآخر لما يقولوا شي حاجة اللي هي سيئة. فإذا كدير واحد التقنيات معينة تدريبية في البيت على أن وليداتك نصحتهم وبينت لهم الحسن من الخطأ وبينت لهم الصواب من الخطأ، فكتقول له أجي نلعبوا الدور ديال أنه جيت عندك أنا صاحبك ولا صديقك قلت لك هاد الفكرة، مثلا قلت لك وصاحبي عرفتي شنو انت عندك الهم وعندك المشاكل ديال المدرسه، اجي خلي ضرب هاد الساعه وضرب هاد السويعات، يلا نمشيو نضحكوا شي شويه ونتفلاو، يلا نمشيو ننساو شويه، يلا نجربوا هاد الكارو هذا، نجربوا هاد الكميه هادي، نجربوا هاد المخدر نجربوا، وغادي تشوف غير جرب وشوف كيفاش غتحس ورد عليا الاخبار، وكتزيد ضحكوا وتنشطوا. مثلا كتلعب معاه مسرحيه فكتبين له بانه كيفاش هو غيكون التجاوب ديالو، فكتخليه أنه تعيش هنا في الخيال الابتكاري، تتخليه عنده خيال ابتكاري في البيت، ثم كتشوف تجاوب معاه دياله مع هذا الموقف هذا، ثم كتشوف الشعور اللي شعر به، تتقول لهم بعد كيفاش حسيتي لما أنت مقتنع بأنه بغيتي تنشط بغيتي تفرح، ولكن ماشي على حساب دراستك مثلا، ماشي على حساب الحصص ديالك، بغيتي تفرح وبغيتي تنشط ولكن ماشي بهذه الوسيلة. إذا أشنو غتقول صاحبك؟ اعتبرني أنا صاحبك مثلا وجيت عندك وقلت لك كذا كذا، إذا أشنو غادي تقول؟ إذا هنا كتدربوا وكتخلي أنه تيختلق أفكار وتتدربوا على التفكير، أشنو غادي يقول؟ واش غيقول لا صاحبي ولا غنمشيو بغينا نخرجوا نفوجوا شوية؟ أجي نديروا قيت هذا الوقت
لما نساليو الحصص ديالنا غدا اولا بعدو نمشيو بالضروره ديك الساعات ونمشيو ديك الساعات نفوجو نمشيو نلعبو شي الرياضه نمشيو نضحكو نمشيو كذا مثلا قال لك سيجاره اولا قال لك كذا اولا قال لك لا وحنا بغينا نضحكو ياك شنو الغرض هو نكونوا فرحانين نشطين عندنا مشكل اجي نحلوه بغينا نضحكو نشطو كاين طرق وسائل اخرى اذا كتدربو على نوع من التخيل الابتكاري اولا تعتقدوه مع ذاته ثم تجاوب تاكيد ذات الوقت اللي خصو يقول لا يقول لا والوقت اللي خصو يقول نعم يقول نعم ثم هذا كيحسن من مشاعر ديالو الا سقسيتيهم على المشاعر ديالو يقول لك انا كنحس افضل واحسن وثقتي بنفسي اكثر واكبر لانه خير من انه حتى يوقع في المشكل عاد نبداو ننبوه ولا نقلبوا على الخطا اذا حاولوا ديروا واحد القواعد استباقيه واحد التدريبات استباقيه اللي كتدربوا فيها وليداتكم على تاكيد الذات مرحبا رقمنا دائما 0522 88 00 61 61 62 62 ناخذ اول مكالمه لالا كريمه من اسبانيا مرحبا لالا كريمه اهلا وسهلا الله يحفظك لاله بارك الله فيك الله يبارك فيك راكي عزيزه عندنا بزاف وتبارك الله عليك على البرنامج ديالك كتقري في القلب وفي الصوت ديالك والاحساس والله يبارك فيك والله يوفقك يكون امين امين لاله كريمه شكرا لك شكرا مرحبا الله يجازيك بخير عندي واحد تساؤل حول الوفاء في الصداقه 2018 كانت عندي واحد سنه ديال خابتني بزاف فيها من ناحيه العائله من ناحيه الاصدقاء شفت واحد صديقه كانت كنعرفها تقريبا دابا 21 عام ولا 22 عام يعني كنا صغار في ابتدائي دونك قرات معايا ما كناش كنتفارقوا ارتحيت لها بزاف وتقريبا المستوى ديالنا بحال بحال يعني في اجتماعي يعني ديما كنخرجوا ما كنتفارقوش يعني توصلنا لواحد السن قرينا بجوج يعني توصلنا لواحد السن من تزوجنا من تزوجت انا ولدت فارقنا يعني انا جاتني بحكم الظروف اللي جيت في الغربه وهي بقات في المغرب دونك انا عزت عليا هي بنتي تيما وديما كنت حفظت المغرب تنشوفها مثلا تزوجت جيت انا قلت اران ندخل واحد الخيط بيض نلاقيها مع واحد صاحب راجلي دونك تلاقاو وصافي كان هو اصلا كان كان شاف في واحد العرس وزعما عجباته هذا المهم مشى خطبها عطاها الرسم ديالها المهم مسائل ماشي مزيان تقربوا يضربوا الصداق وجات هي جا خرجت شي ظروف خرج من الخدمه وعلى هذا السبب هذا تفارقت معاه جا هو من ما بغ... هي ما بغاتوش صافي من ما بغاتش انا خرج من الخدمه ما تقبلتش هذا الموضوع هذا صافي قالت له انا ما بغيتكش صافي انا من وقتها شربت لي الذهب ديالي صافي ما كثرش وجا عندي للدار وقال لها عليك قالت لي انت دخلتي النهار الاول زعما انت ما بغيتيش هذا صافي من قلت لها انا ما خلاتليش قالت لي انت تجي نجهدو واش تدخلي في هذا الشيء وانت ما خلاتليش وخوت هكا طيبين ديما كيهضروا معايا مزيان عيطوا لي تهما في التليفون ولا موني وبلوكاتني وما بقاليش بعد الاثار ديالها ما بقاليش في دورة في الانترنت حتى شي حاجه نكرات ديك العشره كلها ديال 22 عام نكراتها وما بقاتش يعني كتهضر معايا كتواصل ودابا انا كيأنبني ضميري واش انا غلطت واش انا يعني انا بغيت ندير غير خير بغيت نشوف هي فرحانه في دارها ومرتاحه في دارها وصافي بحالي بحالها كما كنبغي انا الخير لراسي هي هي مزيانه لا مزيانه وهذه من ناحيه صديقه ومن ناحيه عزيزه بنت خالتي هكا كتزوج واخا بلاتي لالا كريمه الله يحفظك لالا كريمه بالنسبه لصديقتك اللي كان عندها هذا يعني هاد الخطبه اللي كانت عندها اتصال مع هاد السيد هذا يعني قبل العقد هما يتراجعوا قبل العقد لا ما داروش العقد لا هكذاك الرفض كان منها هو حيت خرج من الخطبه اي عرفت واخا هو اللي قال لها مثلا بانه ما يمكنش غادي نبقى نرجع للخدمه اولا هي اللي طلبات ما صبرات شي شويه انها تشوف واش عاود لقى شي خدمه اخرى ولا لمح ليها بانه صافي خصها يعني ما صبرتش هي قالوا لها خوتها علاش يخرج هو بدارو انا قال لها انا عندي امكانيات باش نعيشك واخا خرجت من الخدمه ولكن الا قلتي تزوجي بيا دابا انا يعني ميسوره غادي تصبر معايا غادي نبقى خدمه غادي نبقى خدمه هو علاش خرج من الخدمه يعني كانت شي ظروف ايوا ملي كنخطبها كانوا هذا قال لها صبري معايا ما نلقى خدمه واحده اخرى هي ديك الصبر باش تصبر معايا باش تلقى خدمه واحده اخرى ما صبرتش هذا هي اللي كاين وقال لها صافي انت ما صبرتيش معايا وصافي الله يسهل عليك شحال المده اللي داروا فيها الخطوبه مدة الخطوبة؟ تقريبا شي 6 شهور 6 شهور واخا لا كريمة تفضلي كملي بنت خالتك ايوا
وصافي ونفس زعما بنت خالتي هكاك عاوتاني كنت معاها تحابس بزاف وصافي تزوجت قلبت عليا حتى هي هكاك لا الى شحال من وحده تكون طاصره معاهم يتي سمعك بعثتي او شي حاجه ما تيبقاش يقول فيك حتى شي واحد دابا انا زعما عندي هاد الخط زعما بلا ما تيخافش بالله يعني الحمد لله كان مازال انا في الدنيا مازال تنقول نتلقى ناس وحده اخرين وهذا ولكن واش انا كنقل ان الظن بيني واش انا اللي كان انا اللي غلطت يعني انا واش اجتماعي طبيعي تنبغي ندير الخير للناس وكتيجازيوني ما فهمتش واش انا يعني كنبقى شويه دابا انا بقيت وحدانيه دابا حسيت الغربه ما عندي حتى شي حد لا صحاباتي اللي كانوا تيهضروا معايا لا عائله لا حتى شي حاجه يعني شويه ما عرفتش شنو كيفاش نتصرف في الحاله هذه كيفاش ندير معها صاحبتي اللي زعما نسرات كل شيء بالعشره وكل شيء ما عرفتش كيفاش نتصرف معها. اولا السؤال ديالك الاولاني لا كريمه ديال انه انت عندك حاجه انه يكون عندك صديقات جداد. انا تنقول لك نعم من الوفاء انه يبقى تواصل بالصديقات اللي هما قدام اللي تيبان لك بانه عندك بهم واحد الصله جميله، ولكن ما تيعنيش هذا بانه من الوفاء ما نربطوش علاقات ديال صداقه جديده. فانت في موضع وفي موقع وفي واحد البلاد اللي محتاجه فيها الى سند. احنا كبشر في علاقتنا الاجتماعية في حاجياتنا النفسية تنحتاجوا للآخر نعم ضروري مزيان. إذا هنا ما تجلسيش لا كريمة، هذه النصيحة الأولانية بمعنى حاولي تربطي علاقات جديدة. فالحزن ديالك أو القلق ديالك أو هذا النوع من التساؤل علاش وقع هذا الشيء مع صديقتي وعلاش وقع مع بنت خالتي أو غيرها أو غيرها أو غيرها راه ممكن يتكرر. وهذا الأمر هذه التساؤلات اللي عندك ما تتمنعش أنه تشقي واحد الطريق جديدة في هذيك البلاد اللي أنت فيها دابا. أنت في إسبانيا خاصك ديري صداقات جديدة بالشكل اللي خصك بطبيعة الحال يخدمك بالشكل اللي يخليك أنه تكوني مرتاحة. بالنسبه للتساؤل شنو غديري مع صديقتك شنو غديري مع صاحبتك شنو وقع هذا الامر اللي وقع، شوف نقول لك على كريمه ديري راسك في بلاصتها ياك. اولا تنحييك على هذه المحبه، تنحييك على هذا التواصل، تنحييك على هذه القيمه الكبيره اللي باقى عندك للصداقه، هذه تحيه اجلال واكبار. وهذا راه ماشي شي حاجه اللي سهله، راه ماشي شي حاجه اللي سهله ان الناس يعتقدوا كنلقاو في هذا الوقت شي حد كيحس لا الخير كاين، لا الخير كاين، غير الناس البعض ربما بعض الرؤى تبدلات وشي شويه الفتنه كيف تيقولوا كاين وما تنظموش الناس حياتهم شي شويه باش يلقاو واحد الوقيت فين يصلوا الرحم او حتى الرحم ديال الاخوه في الله. اين واحد الاخوه في الله اللي هي كتنبثق منها الصداقه. صداقة شنو هي؟ صديقك هو انه كتصدقوا القول وكيصدقك القول وكيكون قريب ليك وكترتاح معاه وكتضحك معاه وكتستفد منه وكيستفد منك وهكذا. الوقت الحزه كتلقاه، الوقت ديال الشده كتلقاه، الوقت ديال الضحك تلقاه، بجميع الامور يعني كيكون واحد التوافقات. انتم ظروفكم هي اللي خلاتكم انه تطولوا في هذه المده هذه بحكم ان قريتوا جميع نفس المستوى الاجتماعي كذا كذا كذا. قلت لك لاله كريمه دير راسك بلاصتها، غادي تعذريها شي شويه ياك، عذريها قولي دابا ماشي سهل على الناس عموما انهم يدخلوا في واحد التجربه وربما ما توفقش، وان كان خص هاد الامور تخاد بواحد الشكل معين. فهي ربما داخله في حاله حداد، حاله حداد، وكاين بعض الاسر هي بالخصوص اللي كتضخم من هاد الامور بلا قياس. يعني علاش يتم الفراق، علاش هو يخرج من الخدمه وهذا ما فيش التزام وهذا الشيء فيه تفليه وهذا الشيء كذا وهذا الشيء كذا. ولكن انا نقول لك اللي معروف يعني في العرف ديالنا وفي الدين ديالنا انه لما تيكون الخاطب هو اللي تراجع فما تيطالبش المخطوبه بانها ترجع له الحويجات ديالو كاع ديك الهدايا اللي داهم اولا الا كان هو اللي تراجع ما خصوش يطالبها. لا ولا كانت هي اللي تراجعت يعني انا نقول لك يعني هي اللي ولكن هي غادي يجي واحد وغادي يقول لك واش هي لخاطرها راهي بغات تكمل معاه ولكن ما عندوش ظروف ديال الخدمه ديال الزواج، ما عندوش ظروف ديال انه يتم هذاك الزواج واحد الشكل سليم. خايفه هي انها تتم معاه العلاقه الزوجيه وما يبقاش عنده مورد مالي، ما يكون اشكال كذا كذا. اذا هنا كان خاص يكون غير واحد نوع من التوافق، اما ترجع له ديك النص حسب اجتهادي الشخصي او لا. انا كما قلت على وجه راجلي على وجهي انا عقل غير شي حاجه حيت عندي بزاف فهمتي باش ما تحسش ما تنساش واخا انا
دابا انت لا كلمه حطيتي بين النارين. اييه دابا انت صح حسيتك واش مسلوج رحيت انا ما عندي دخل في هذا الشيء. انا غير لقيتكم انتم شوفوا هذا صدقت امن مستني مزيان. انا نقول لك لا كلمه لا ماشي ما دير، بالعكس دير خير ما يطرابس. راه المثل راه هو محرف، راه دير خير ما يطرابس، ماشي ما دير خير ما يطرابس. البأس كنبعدوه بالخير، يعني مصارع السوء كنوقيو نفوسنا منها باش بالإحسان. فانتي لا كريمة ربما تدخلتي في هذا الأمر المادي وهي أصلا كانت باقة مجروحة، وكنتي ربما ما عرفتش أنا كيفاش كان التواصل، واش كنتو قبل هضرتو على هذا الإشكال، واش انتي تدخلتي بأنه هو يرجع يقلب على شي خدمة أخرى، واش قلتي لها حتى هي تصبر شي شوية، ما عرفت شي. إلا كان كاينة توطئة وكان سبق لك أن هضرتي في هذا الموضوع عاد باش تكلمتي على الأمور المادية راه مزيان. إلا جيتي ما دخلتي شيء وجيتي حتى الأمور المادية ومشيتي عندها قلت شوفي أختي بلا ما تحرجيني مع راجلي، عافاك وراه صاحب راجلي وراه مصدعنا وراه قالنا وقالنا، عافاك لما رجعي له داك الشيء اللي عطاك، هي غيبقى فيها الحال عادي جدا أنها يبقى فيها الحال. فهمتي على كريمة؟ إذا طبيعي غيبقى فيها الحال. كان ممكن أنه تخلي هاد الأمور بيناتهم، تخليهم هما مع بعضهم يتصل بها يقنعها تقنعوا، هذا امر خاص باش ما توقعيش انت في الحرج. ولكن على كل حال انت دابا يبقاي تواصلي قلبي على هاد الصديقه ديالك بحسب الاستطاعه، بحسب الاستطاعه، ماشي غادي نقول لك غادي ما نعرف شنو غادي ديري. انت قلبي عليها وحاولي انه تراضيها وشوفي شي ناس اللي تعرفوها، ارسلي لهم رساله معاها، سلمي عليها، كتبي لها شي رساله خطيه. لقيتي البورتاب ديالها قلبي دابا راه كاين دي زابليكاسيون انت تكون فيهم مثلا الاسم ديالها والكنيه وتحطي وتلقي الرقم، صيفطي لها غير رسائل شرحي لها الوضع ولا شوفي ربي غادي يعوضك خير، والله سبحانه وتعالى جعل لك غير اللي فيها الخير. ربما ديك السيد راه ما يستهلك شيء، ربما ديك السيد راه ما غاديش تكونوا موالين مع بعضكم وراه فيها خير. هادشي تيوقع، هاد الامور تتحصل وتتوقع الحمد لله. ما درتوش شيء كيف تنقولوا باقي ما داروا في الطاجين ما يتحرق، ما كاينش علاش الانسان يضخم الامور ويدير ويفعل وتر. اذا انت غيبقى ديك المحبه، انا بغيتها تبقى قائمه، ديك المحبه اللي نتوما الحمد لله كانت وبقات مدة ديال 22 سنة بغيناها تبقى. هذه كتسمى المحبة في الله. شفتي ولو أنكم ما تلاقاو شيء، شفتي ولو أنها هي دابا الآن زعفانة منك وما عجبها شيء الحال وما كتواصلش معك وما بغات شيء تجاوبك ولا بدلات نيمو التليفون أولا هذه أمور كلها، ولكن المحبة تبقى في قلبك جهتها. وهي إلى تقلقات راه بحال تقلقات من أختها، فما كاين لا شي يجي شي واحد او اللي يدخل لك الشيطان يقول لك شفتي هي نسات العشره. هي ماشي نسات العشره، هي معزتك عندها راها كاينه، غير كنتقلقوا كما كنتقلقوا على بعضنا كاخوه كاصدقاء احيانا ككذا كتلوم. وفاش كتلوم ما كيعنيش انه ما بقاش هي محبه، ربما ما كتلوم غير اللي كتحبو، ما كتلوم غير اللي عزيز عندك. فهاد اللوم هذا وهي دارته عن طريقه ديال ربما شوف الله يحسن عونها بالحاله النفسيه اللي كاينه. انا قلت لك كاينه ظروف اجتماعيه بيئيه اسريه اللي ربما تضخموهم هذاك الموضوع، يعني كانت عوال ان الزوج غيتم وكذا كاين تراجع. اذا هذا الشيء اللي ربما كان تعلق عندها عاطفي مع الشخص، ربما كان شيء تعلق غير مهم ما عجبها شيء الحال وما بغاتش شيء، بغات يعني تاخذ واحد التعويض ديال ديك المده او تعويض على داك الشيء اللي وقع لها، فبغات انها تبقى محتفظه بديك الفلوس. على كل حال التمسي لها اعذار، التمسي لها العذر وطلبي الله تعالى لها بظهر الغيب. شتي المحبه الحقيقيه لله هي انه تدعي للاخر بظهر الغيب والملائكه تقول لك امين ولك مثل ذلك، امين ولك مثل ذلك. يعني شوفوا المحبه في الله عز وجل، المحبه شيء اساسي في حياتنا، ما يمكن شيء نعيشه بلا محبه. انسان تعيش بلا محبه ما نقدروش نقولوا بانه انسان كامل، انسان ناقص وانسان اللي حارم نفسه من كثير من الامور. فالمحبه في الله عز وجل، شوف الله تعالى في الحديث النبوي يعني تيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه اناس يكونون على منابر من نور يوم القيامه، ليسوا بالشهداء وليسوا بالصديقين ويغبطهم الشهداء والصديقين والانبياء. فتيكونوا على منابر من النور، يعني باينين للناس للعيان كل شيء تيشوفهم تيقول شكون هما هذوك اللي عاليين بهذا الشكل، ما هما انبياء، ما هما صديقين، ما هما شهداء، شكون هما هذو. فتيكون الجواب هو انهم المتحابون في الله.
اللي جمعتهم الحبة ديال الله سبحانه وتعالى، اللي تتحبوا لا لشيء لا لمصلحة إلا لله تعالى. إلا كان شي مصلحة ضمنية في العلاقة ما فيها بس، هذا تيعاون هذا، هذا تيساعد هذا، هذه كتحتاج صدقتها في هذه، وهذه كتحتاج هذه، هذا ما كيطعنش في العلاقة، هذه من صميم. لكن الأصل والنية هو أنه أنا تنبغيك لصفاتك اللي عندك، الصفات اللي عندك جميلة، وتنحبك في الله تعالى من أجل هذه الصفات. ولو ما تكونش فيك جميع الصفات جميلة، فيك نواقص، تقول أنه أنا داخل بنية الإصلاح، أنا كندير علاقة مع هذا الشخص باش نزيد به القدام، هذه محبة في الله، هذا خير، هذا خير كبير ومحبة في الله. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. فالإيمان يقتضي منا أنه نحافظ على الأخوة، ونحافظ على الصداقة، ونحافظ على الحب. وانتي مأجورة، انتي مأجورة لله كريمة أجر كبير جدا. خليك أختي باقة غدا في الطريق، ربطي علاقة، ولكن تعرفي كيفاش غير تصرف. ربما إنسان تتعلم علاقة بعد علاقة بعد علاقة، تتعلم كيفاش الحدود، أنه يتعامل مع الآخر، وكيفاش أنه الأمور اللي ما تضروش حتى هو. ما كان بغيوش الناس يدخلوا في علاقات اجتماعية أو لعلاقات صداقة أو لكيف ما كانت، ويخرجوا منها هما محبطين وهما يأسين. لا، إلى أداكم الآخر ولا ما اعترفش بالجميل ديالكم أو لما ماشي إشكال. إحنا تكلمنا على تأكيد ذات، تأكيد ذات أنه تكون عندك ثقتك في نفسك وتقول نعم انا معاك في هذه المساله، هذه موافق عليها، وهذه راه واخا انت صاحبتي وصديقتي، راه هذه راه ما عجبتني شيء. بطريقه لبقه، ما تعنيش الصراحه انه نكونوا اصلاف، يعني صلافه وجساره، لا، تعني انه تنعبروا على ذواتنا، لكن بواحد الشكل اللي فيه جماليه. نسال الله تعالى لك الخير وتيسير. بالنسبه لبنت خالتك، اذا نشوفي الخلل فين ربما كاين، ماشي نقول لك انه بالضروره راح يتكرر الامر راه فيك الخلل، لا، يقدر يكون في الاخر. حاولي انه تخلي الاخر يتكلم حتى هو، يتحاور، يشوف اشنو بغى منك، وربطي علاقات بالشكل اللي كيريحك لله. ونسال الله تعالى لك الخير والتيسير والتوفيق. حاولي انه تسقسي عليها مره سقسي عليها، الا اذا كانت هي بطبيعه الحال رافضه تماما، فكيف ما قلت لك انه تمنى لها الخير ودعي لها بالخير ان شاء الله تعالى. ناخذ معنا سيدي عبد الله من رشيديه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سيدي بخير. الله يحفظك سيدي، بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. مرحبا سيدي، تفضل. عندي واحد الوليد عنده كيقرا في التحضيري. اها، شحال عندك؟ كنهضر معاه كيقول لي كي اش خصك ولدي خصني غير نتوما. كيتعصب ربما هي ما كتعرفش تعامل معاه. شكون هي؟ زوجة ديال بنت اللي هي. ايه سميها لي، الله يعطيك الستر. بالي مقلق منها، مالك سيدي عبد الله؟ مقلق من مراتك. نعم سيدي. الو الو سي عبد الله، مازال معنا؟ إذن ربما قطع الخط. على كل حال سيدي عبد الله، أنا نقول لك سيدي، أول حاجة هو أنه تسويو المشاكل اللي ستكون عندكم في العلاقة الزوجية، أنه تحاولوا ما أمكن يكون واحد نوع من النسق في التربية ديال الوليدات، تربيوهم بطريقة اللي هي كتفقوا عليها، ومشي واحد تيقول واحد تيقول لا، واحد تيقول دير هادي، واحد تيقول لا ما ديرهاش، وخلافات وصداع، ويحسوا بكم الوليدات بانه عايشين في دار وحده وما مرتاحين شاي، وعايشين في دار وحده، واحد زاعف واحد الشكل من الاخر، وكذا وكذا وكذا. فإلا عندك شي امر معين ما واضحش مع الزوجه، ما لقيتولوش الحل، حاولوا تقلبوا على الناس اللي يفيدكم في هذا الامر هذا. إلا لقيتوا أنه كيفاش أنت تنازل وهي تنازل عن أمور لأجل أنه تبقى وعلى ذاك الود، حيت لما كيشوفكم الوليدات عندكم مودة بيناتكم، وعندكم حب، وعندكم احترام وتعبير على هذا الحب، حتى هما كيرتاحوا. فحسب ما فهمت، وإن كان السؤال ما كملتيش شي سيدي، أنه هذا الوليد هذا عنده تعلق، عنده تعلق بك انت شخصيا، وربما هذا يقدر ياثر له على الدراسه ديالو. وشنو السبب اللي تيخليه انه يشوفك ويبغي انه يبقى معاك، او لا يعني يبقى في واحد المستوى من التعلق بالاشخاص؟ هذا كيطرى اما مع الامهات، اما مع شي عنصر في البيت اللي تيربيه وما تيبغيش الوليد يمشي للمدرسه، فتيكون عنده اسباب انه تيبان لنا بانه هذاك الوليد ما عندوش شيء الاطمئنان، ما عندوش شيء الامان،
أو لا ما شبعانش من الحنان. لما تيكون شبعان من الحنان ولما تنكونوا عطيناه ثقة بنفسه ولما ما تيحسش بالخوف، الإحساس بالخوف. أحيانا نقول لكم واحد الأمر، شفتي الطلاق بالنسبة للأطفال والمراهقين أهون من أنهم يعيشوا في أسرة مهددة في كل لحظة بالطلاق. شو يقولوا المغاربة؟ ضربني وما تخلعنيش، ياك ضربني وما تخلعنيش. اللي تيخلع كل ساعة كل ساعة كل ساعة وتيهدك فهذا أروع، يعني فيه ترويع وفيه تخويف أكثر من هذاك اللي تعطيك دقة صافي وكيزيد بحاله. فإذا هما تيحسوا بكم بأنه راه كاين شي خلل بيناتكم، وخايفين ربما أجي لا تفرقوا والديا، شنو غيوقع ليا؟ يمكن أنا غادي نمشي في زنقة، يمكن ما غنلقاش ما ناكل، يمكن غادي يعطيوني شي واحد، يمكن هذه هي الأفكار اللي كدور عند الأطفال. يمكن غادي شي مشاكل كثيرة وكيشوفها هي الأم ديالو مثلا في الخلافات وفي الصداع وفي كذا، وراها كتبكي وراها ربما كتدعي على داك الزوج، ربما كتصبر ربما كتعاير الزوج حتى هو تيقدر يعني نفسي خاصم تيضربتي. إذا هنا الوليدات تيوليو تيحسوا بعدم. وكاين اللي تنشوفوا أنه أزواج اللي تيجري على مراته تيخرجها من بيت الزوجية هم والوليدات إلى غير ذلك، كحالة غضب كان في علات اللي كتكون، فهذه كيشوفوها الوليدات تيحسوا بعدم الامان. فقلت لكم اذا تهديد بالانفصال يكون اشد من الانفصال، فسويوا العلاقه ديالكم الزوجيه اولا سيدي باش الوليد يبقى مرتاح، وباش انه تعبروا له كذلك، تعبروا له على المشاعر ديالكم بالكلمه بالحضن بالاشاده بالافعال ديالو، انه تقول له تبارك الله عليك درتي هذه، تبارك الله عليك مزيان هذه، التفاؤل غدا غيكون مزيان غدا يكون افضل. علموا الاستقلاليه في الفكر ديالو، انه ما يبقاش تابع لكم، انتم كنتوا غضبانين ومقلقين خصو تا هو يتقلق. علاش؟ لانه الا داز شي وليد دار قدام باه ولا قدامه وهما مخاصمين كازواج راه غادي يسمع خلو دنيه ما غاديش يعجبو الحال. اذا تيولي وليدات تيتقلقوا حين والديهم قلقين مع بعضهم وما كيبقاوش كيحترموهم، وتيبداو ربما تيحسوا بانهم يقدروا حتى هما يوصلهم داك العنف، لانهم باباهم معصب ضرب ماماهم ولا خاصم على ماماهم ولا كذا غادي يضربهم حتى هما، فكيحسوا بانهم حتى هما مهددين. فبالتالي حاولوا ما امكن انه يكون واحد العلاقه زوجيه طيبه، لانه هذيك العلاقه الزوجيه الطيبه كتنعكس على الوليدات. نسأل الله تعالى لك الخير والتيسير سيدي. مرحبا، غادي ناخذ مع مكالمه معنا لالا كوثر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتوره كديره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لالا كوثر، بخير بارك الله فيك. مرحبا لالا كوثر من قنيطره معنا. مرحبا. عندي واحد البنيه عندها 4 سنين ونص. اييه. ومشكلتها انها تتاكل بزاف البونج، ما عرفتش كيفاش نتعامل معاها. شنو كتاكل؟ البونج. البونج ما عرفتش شنو ماش كيفاش نتعامل معاه. شنو لي بونج اللي كيكون في الديه؟ هي تلقى تاع الزربيه اي حاجه خاصها. شحال عندها بنتي من عام؟ 4 سنين ونص. شحال هادي باش كدير هكذا؟ تقريبا عام هذا تقريبا، وهي كنحاول كاع المساحه تقريبا في تاع المدرسه تحيد لها مساحه نحيد لها اي حاجه، ولكن مع ذلك تقلب وخير عند صحابها وخير. كتمضغ وكتاكلو كتسرطو كتبلعو كتاكلو. واخا مع هي البنت الوحيدة عندك. عندك وليدات اخرين؟ لا، عندي وليد اخر صغير يلا عنده 19. علاقتك مع رجلك؟ لا، مرة مزيانة مرة لا يعني تنقصد هذا طبيعي، مرة كتكون هكذا مرة هكذا. لكن واش كتشوف البنيته انه تيكون شي خلافات اللي هي شديدة؟ هذا كنت تحصل لهم بزاف. ايوا، اذا باين البنيته لما قلتي لانها كدير هكذا، اذا كتشوف شي حاجه ما كتخليهاش مطمئنه، فهذاك هذاك انها كتقطع لي بونج، هذاك نوع من الرغبه في فصل ديالها هي من هذاك الواقع، هي رغبه ديالها في انها تفصل ديك المشاكل اللي كاينه بيناتكم، داك الخلاف بيناتكم بحال كتقطعوا، هي كتقطعوا وكتاخذوا كتمضغوا فالحاله ديالها الان حالة الأمان، حالة العاطفة فيها نقص. وخا نسقسيك عاود، شحال من مرة لالا كتحاولي أنه تجلسي معها وتغني لها شي أغنية ومثلا تهضري معها شي شوية، تعاودي لها شي قصة،
شحال الوقت كديري معها؟ كنحاول نقرب اصلا مع هذا تحس هادشي باش ولدت الولد الاخر رجعت تحس بسميتو. هادي باينه اذا عندك تقول لك عندي قيدت انا قربت هي تقول لك قربت انا. اذا ما تنتظريش ما تسنيش حتى هي تقول لك عنقيني. لا كوثر انا علاش سقسيتك اختي باش نعرف انا الارضيه وان كان انا عارفه شنو كاين يعني فاهمه وعارفه لما الوضع كاين بحال دابا عند بنيته راه تنعرفو هادي كتساوي هادي. فاذا لا كوثر رخفي النفس في راسك شويه الله يعطيك الستر. انت عاد ولدتي دابا شحال 9 شهور قلتي كاينه شي خلافات زوجيه حاولي تفرغي ديك الطاقه السلبيه اللي عندك باش ما تبقاش حاسين بهذيك الوليدات. عرفت الله يحسن العون أم ماشي ساهل عندك بنيته عندك وليات عندك مسؤوليه عندك علاقه مع راجلك كتعجبك شي بعض المرات وكتبقي مطعونه ومفقوسه ياك هادشي اللي كاين. اذا اشنو ديري انت لا كوثر كاين اللي تيعاونك شي شويه؟ لا كاين بوحدي. واخا انت ربت بيت مزيان اذا على كل حال الوقت ديالك خصك ديالك وليدات باقين ماشي كبر. اذا شنو اللي خصك ديري انت تخرجي من ديك الدوامه ديال انه تبقاي غير كتفكري في المشكل. الا خرجتي من الدوامه ديال انه تفكري في المشكل وتواصلتي مع العالم الخارجي الا تواصلتي مع العالم الخارجي بما فيه بنتك انه بنتك من العالم الخارجي والداخلي في نفس الوقت هي كتحس بالاحاسيس الداخليه ديالك ولكن هي عندها استقلاليه لانها 4 سنين ونص الان راها بدات في واحد المستوى من الخيال والتخيل. فانت خصك تواصلي معاها تواصل يكون حاضر وباش تواصلي معاها خرجي من ذاتك لداخل بقايش داخله في الافكار ديالك لداخل عيشي الواقع حكي تشوف كتغني تشوف كتقرأ القرآن تشوف كترنمي تشوف كأنه كتترقصي تشوف كأنه قول لها أجي نتعاون أنا وياك بنتي وابتسامة ديما تكون عندك في الأغلب الأحيان معها تعنقيها تفيقي في الصباح قبل ما تبوسي ديك الوليه تبوسيها هي الأولانية ولا تبارك الله على بنتي فاقت هذا الصباح شحال غزي ولا شحال زوينة كذا 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 كتبقي كتشكري فيها هذاك الشكر اللي غادي ديريه معها وهذاك الاحساس اللي غتوصلي ليها وانه فرحانه بها غيخليها في حاله استرخاء لما غتكون في حاله استرخاء غينقص عندها هذا الاشكال لانه ما كيكفيش انه نزولوا هذيك الامور اللي راها كتاكلها لا نشوفوا اشنو الاشكال اللي عندها فحاولي ما امكن ديري لها واحد نوع من التدليك من تدليك الجسم ديالها ياك نعسي الوليد وهضري معها هي وضحكي معها وعاودي لها قصص خرجي ديري الوليد في البوسات خرجي انت وياها الا كاين شي واحد اللي خرج معك مثلا او اللي قبط لك الوليد خرجي غير انت وياها وضحكي ونشطي معها في الدار على كل حال الدار ممكن تخلقي بزاف ديال الامور اللي تخلي هاد البنيته وعطيها 20 حضن في اليوم 20 حضن 20 حضن 5 في 4 20 ساهلين بنيتها ديال 4 سنين ونص غير باش انه تحسيها بانه عندها الامن وعندها الامان وانها راه مرغوب فيها وانه كتحبيها شوف هي نطقات تصور بنيتها 4 سنين ونص هي نطقات وكتقول لك بوسيني انا عاد بوسيه يعنقيني انا كيف ما كتعن فهاد الغيره ثم كنديروا واحد تقنيات معينه انه مثلا كتجيبي مثلا كادو كتقول لها بان هي تعطيه الاخ ديالها وشوف وكتبدي تهضري معها عليه وكتهضري معها على الصفات اللي فيه لكن انا حسيت بك لالا ما عندكش غير الخاطر لالا حاولي تهلاي في راسك الله يحفظك خرجي تمشي لك شي شويه شمي الهواء النقي راه ما غاديش تغيري راجلك بهالطريقه راه هكذا غادي تقصعي راسك يعني غير راسك ما غادي تغير حتى شي حاجه راه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم شفتي الا ما بغاش هو يتغير ما غاديش تغيري غيري ذاتك ونفسك انتي طوري نفسك الافضل والاحسن نعم استجبي لهذيك الطلبات ديالو كيف ما تنقول لكم دائما حاولي ما امكن انه حتى الطلبات ديالك انتي تكون واضحه وصريحه وها هي الطلبات غيري من تصرفاتك خلي الرومانسيه حاضره ولو الوليدات كاينين وربي معك الله يوفقك لله حاولي ديري شي اذكار هكذا بالليل ربي يعينك فيها دير الله اكبر 34 مره الحمد لله 33 مره وسبحان الله 33 مره هذه راه كانت فاطمه الزهراء جات عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت له انا بغيت خادم يا سيدي يا يعني يا رسول الله هو الاب ديالها فقالت له يعني ابته انا بغيت خادم ما قديتش على شغل الدار وما قديتش على الرحه وما قديتش على كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت الا جيتي لفراشك اذا اويتي الى فراشك فقولي فسبحي او كبري الله 34 مره واحمدي الله سبحانه وتعالى
33 ويعني وسبحان الله 33، فسبحان الله الناس اللي تجربوا هذا الامر تتولي عندهم واحد القوه على القيام بالامور بدون معونه. ان شاء الله تعالى ربي يكون لك عوين والله يوفقك. الى استمر هذا الامر وبقى بقى 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 من الاحسن انه تستشري مختص. مرحبا لله. شكرا لكم مستمعينا الكرام على تواصلكم. شكرا لسعيد عقال اللي كنتي معي في اخراج، لسميحة في استقبال المكالمات. نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على نفس الموعد. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء. هي عجباتني خلي أضفها.
Thank you.